واحد بيقول لماذا لا يستطيع الإنسان في العصر الحاضر تنفيذ وصايا الإنجيل مثل من لطمك على خدك الأيمن؟ هو التسامح كان موجود أيضا في العهد القديم برضه. يعني يوسف الصديق اخوته اساءوا اليه ورموه في البير وباعوه كعب، ومع ذلك قال لهم انتم فعلتم بي شرا والله قصد به خير واحسن اليهم وسكنهم في ارض جازان الى اخره. فمش ضروري كلمه من لطمك على خدك حوله الاخر تؤخذ حرفيا، انما تؤخذ بمعنى التسامح، ومش معناها انك تترك خدك ملطشه للناس بدون سبب. يعني